صدقني، أنت تقول متألقون في أوروبا، ليس كل المتواجدين متألقون في أوروبا، بل هناك من يتواجد يلعب دقائق معدودة في أوروبا. والمتألقون كما قلت على ذكر بانون ويميق وابن شرقي لا يتواجدون في المنتخب. أحمد سؤال، مجرد سؤال، لماذا نكتفي بقدر قليل للمنتخب المغربي ومصر تعادلت مع كينيا قامت القيامة؟ المغرب بقيمة مصر. نفس الكلام. لا اسمح لي، المنتخب المغربي لديه 40 و50 لاعب محترف، لازم نطلب منه أكثر. أوكي. فوز 1-0 على بروندي تعتبر ليست نتيجة إيجابية. هذا طبعا يعني بيت القصيد في هذه المباراة. طبعا رأي المغرب، وهذا رأي الجمهور المغربي كامل، مش رأي الجمهور المغربي. نتمنى طبعا فقط احنا نسلط الضوء، احنا صوت الجمهور فقط. في النهاية طبعا نتمنى توفيق المنتخب المغربي فيما هو قادم، ونبارك مرة أخرى التأهل إلى كان الكاميرون.